مشاهدينا، برحب بضيفتي العزيزة دكتورة أمنة نصير، أستاذ الفقه المقارن لا، بجامعة الفلسفة الأزهر لو سمحت. الشريف. الفلسفة مش الفقه. الفلسفة، مش طيب. دي مدرسة ودي مدرسة. مش وعضو مجلس النواب. برحب بحضرتك دكتورة أمنة، أنا بشكرك، بشكرك. سعداء بوجودك معانا النهاردة في 90 دقيقة. أنا اللي أسعد، رغم إن أنا ما بخرجش لأي حلقات بالليل، أنا والليل ضدان لا نجتمعان أبدا. يعني علشان كده انا يعني معتزه جدا بوجود حضرتك، لان أشكرك. انت خصصت لنا وقتك وخرجتي بالليل بالرغم ان انت ما ده بتخرجيش شيء بالليل. ممنوع والناس كلها عارفة كده. أنا بالليل، بس احنا بنذيع بالليل، بقى هنعمل ايه؟ لا خليكم نهاري أحسن. برحب بحضرتك، وعايزين نبتدي ب5 سنوات في البرلمان. نعم. تقييمك لتجربة حضرتك في البرلمان بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كما يقال أستاذة جامعية قحة، يعني متعتي في حياتي حتى وأنا بنت صغيرة كانوا يقولوا لي بتحلمي بيه، أقول لهم أبقى أستاذة في الجامعة زي الدكتورة سهير القلماوي. فلما الحقيقة الله يديله الصحة وطولة العمر هذا الأستاذ العظيم الدكتور اللي هو كان رئيس الوزراء، اسمه ايه؟ انا بقيت بنسى الاسماء بفظاعه دلوقتي. كمال الجنزور، الدكتور الاستاذ جمال. الدكتور كمال ايوه، الجنزور، هو واللي هو اللي هو كان ماسك سامح دعم مصر سيف اليزن، سيف اليزن بالظبط، الله يرحمه. عارف رحمه روحه قد ايه كان هذا الرجل اخذ الموقف بشكل تنظيمي بشكل قوي. اتصلوا بيا بالتليفون، يا دكتورة احنا عايزينك تدخلي معانا في دعم مصر. حتى خدتها بضحك الاول، قلت له انا اولا استاذة جامعية ماليش دعوة بالسياسة ولا بالبرلمان. قال لي لا، يعني احنا محتاجينك في دعم مصر. وانا على عيني وراسي. ايوه، رجع وطلب تاني، قال لي احنا محتاجينك على الصعيد. قلت له على عيني وراسي برضه، ها، هم اهلي وجذوري وناسي وانا بعتز بيهم وهم بيعتزوا بيا. فالحقيقه قال لي يومها كلمه جميله، قال لي بص يا دكتوره انت عندك قبول والناس بتحبك، المسلم والمسيحي في مصر بيحبك. قلت له انا بحب الناس كلها. قبلت هذه التجربه ودخلت البرلمان. الحقيقه اكثر شيء وضعت ايدي فيه عده قضايا. انا دايما احب اخذ القضايا اللي لها بعد اجتماعي. كانت قضية خفاض الأنثى أو ختان الأنثى، والخفاض هو الأصح. فإحنا ما زالت عندنا هذه العادة القبيحة توارثناها منذ زمن بعيد، الإسلام بعيد عنها تماما. ولذلك في مكة لا يعرفوها، ما يعرفوهاش خالص، ده هم اللي كانوا بيمارسوها بتوع المدينة. فالمهم لقيت إن ده أحسن مكان إن أنا أعرض لهذه القضية حتى ننهي عليها اللي بتفسد كثير من حياة بناتنا في حياتهم الزوجية وفي صحتهم، وتبقى هذه العملية المؤلمة عقدة في تاريخ البنت طول الوقت، يعني كانت مفسدة حياتها. وهي عادة تجذرت في منطقة حوض النيل في مصر، السودان، النيجر ونيجيريا، بقية الدول ما يعرفوهاش. وللأسف اللي خلاها تجذرت وصمدت هذه العقود والقرون أنها ربطت بأخلاق البنت، وده كلام فاضي طبعا. ولذلك حتى تلقب ما بين الأوساط الشعبية بكلمة الطهارة. طب هي البنت نكسب الطهارة؟ لا يا سيدي، البنت طاهرة منذ أن خلقها خالقها وطهرتها في تربيتها وفي ثقافتها وفي بيئتها، مش عشان انا اقترق على جزء من جسمها اقطعه. فالحقيقه الموضوع ده خد مني وقت شديد، وبالادله النصيه والعقليه والواقع المجتمعي وتاريخها الى اخره. ونجحت في هذا المشروع، واصبح يعاقب من يقوم بها بالسجن. يعني دكتورة أمنة، رغم جهودكم اللي احنا شفناها وما زال أنا قانون الأزهر بيجرمه، لكن ما زال برضو تعمل في الخفاء. ما زالت تجرى في الخفاء مع بعض الأطباء اللي ما عندهمش ضمير إنهم يوافقوا بعض الأسر لما تلح عليهم، أو بالدايات القديمة النظام القديم. يعني أنا ما زلت أقولها لحضرتك، رغم إنها تجرم ويسجن من يقوم بها، الأم أو الجدة أو الأب أو الطبيب،
ومع ذلك أصبحت الآن تجرى في الخفاء. أيوة. ولذلك أقول لك إن إذا لم المجتمع نفسه ينصاع لما تقدميه في صالحه، هيبقى يلتف على القضية بطرق التوائية كثيرة، وده اللي في هذه القضية ما زالت الالتواء. القضية الثانية اللي أخذت مني وقت طويل أيضا من انطلق أستاذيتي كأستاذة في الجامعة، قضية تجريم من يحدث له عثرات اللسان في قضية تحت مقولة ازدراء الأديان. حقيقة كلمة، أنا كأستاذة فلسفة إسلامية وأستاذة عقيدة أنا كنت مندهشة من الكلمة. قلت لهم إذا كان رب العزة مدين الخيار من شاء فليؤمن ومن شاء ومن فلي. شاء فليكفر، روح في ده، وهناك يوم القيامة يفصل بين الجميع. فاللي هيؤمن بدينه هيزدري ليه؟ يعني حتى كلمة فيها نوع من الافتاءات على الواقع. فهذه القضية عشان أخذها بهذه الجدية أتيت بكل النصوص التي تعطي حق اختيار الإنسان لدينه، ولدينا كثير من هذه النصوص. وعملت القانون، البحث كله من الجانب النقلي اللي هو النص القرآني والسنة، ومن جانب التطبيقي، ومن الجانب الاجتماعي إلى آخره، وقدمت هذا القانون. والحقيقة ربنا أكرمني بأن أفرج على الأستاذ إسلام بحيري، وكانت هتكون في طريق السيدة الأستاذة فاطمة نعوت، وربنا عفاها والحمد لله. دي يعني من أهم القضايا اللي أنا تناولتها ووقفت أمامها بمنتهى الصرامة. بس حضرتك شايفة يا دكتورة أمنة أنه بيكون في بعض الأحيان هناك تجاوزات على المقدسات الدينية، وبيكون يعني لازم يكون في قانون لوقف هذه التجاوزات، لأنه طول ما فيش قانون في ناس بتتكلم وفي ناس بتغلط. اوعى تتصوري أن القانون بيأدب الناس في هذه القضية بالذات، إنما القانون يحد من التمادي أو الكثرة، لكن القانون لا يقضي أبدا قضاء مبرما على مثل هذا النوع. ومع هذا أنا هنا برضو سؤالك ده مهم إن أنا أقول الآتي. عارفة العلوم العقدية وعلوم الفلسفة الإسلامية تحتاج إلى لغة خاصة، وتحتاج إلى فكر ناضج وثري. أيوة. ثري بمعنى الهاء المامه بالمصادر كلها. وتحتاج في عرضها ليس للتبكيت أو للتهجم أو للتطاول. هو اللي حصل ابننا إسلام، وله مني كل التحية. وأنا هقول كنت في إحدى الحلقات مع الأستاذة سحر عبد الرحمن، يا رب إنها تكون دايما بخير، وكم أعزها حقيقة. أيوه حضرتك بتقصدي إسلام بحيري. أيوه أيوه. فهو عمل مداخلة معايا وأنا مع سحر. قال يا دكتورة أنا أحترم رأيك، إيه اللي تاخديه عليا؟ قلت له أبد يا ابني، أنا المواد اللي أنت طرحتها دي مواد هي كلها بنطرحها في علم العقيدة في المدرجات. إنما الأسلوب اللي طرحت بيه واللغة اللي استخدمتها هي دي اللي أنا برفضها يا أستاذ إسلام. لأن علوم العقيدة علوم تمس أصول الدين، فلا بد أن أتناولها بأصولها وبمفرداتها وبلغتها وبطريقتها. قلت له أنا بقعد في المدرج شهر كامل أدرس البنات كيف نتناول بالنقد وبالتفصيل وبالشرح لهذه العلوم. نعم. فأنت يعني دخلت على هذه العلوم بما لا يليق بلغتها وبما لا يليق بالمنهج اللي تناولت به، لكن هي قضايا مطروحة عندنا في علم العقيدة. فقال لي أنا معاكي تماما يا دكتورة، ورب يكون سامعني دلوقتي، لأن أنا أقول الكلام بمنتهى الدقة. فدي الحقيقة اللي القانون مش هو اللي يمنحها، إنما اللي يمنعها إن إحنا نفصل الأمر ونشرحه ونعرضه بشكل تجعل الذي يقف في مفترق الطريق ده يقول آمنت بالله.
وامنت بهذه الامور، وانا عندي اخطاء لابد مين ان انا يا دكتوره امنه وفين اللي حضرتك بتقولي ان احنا الاعلام الاعلام احنا على قد ما بنقدر عندنا البرامج الدينيه اللي بتطلع على الشاشه وعندنا يعني وانا برضو ده مثلا كلام على قد صحيح. ما بقدر بستضيف، لكن احنا عايزين حاجه تبقى يعني هم على طول يكون ثلاث محاور، لان السوشيال ميديا من الناحيه الثانيه فيها التشكيك وفيها الغلط وفيها فيها الخطأ، كل ما صحيح يودي الى النار. هو الاعلام نمره واحد، لان احنا امه ليس امه قارئه، رغم ان اول ما نزل في الوحي اقرا، لكننا نحن امه لسنا قارئين. انما نشاهد التلفزيون الكبير والصغير والامي والغير الامي، المشاهده التلفزيونيه اكثر حاجه تصل للناس. بس تمشي كالاتي، حضرتك مشكوره ان انت دايما تستضيفي اصحاب الراي في الاسلاميات. انما المساله ما تجيش كده، المساله تكون مش انتوا بس، كل القنوات، ان يبقى فيه زي برنامج ومنهج، ان القناه الاولى تضع في اعتبارها انها تاخذ القضايا الفلانيه الفلانيه ويتناولها مجموعه من الناس من اهل الاختصاص، والثانيه والثالثه، كل القنوات دي يبقى عندها برنامج زي جدول الضرب. ايوه، ان احنا كل قناة تاخد على عاتقها 5 ساعات في كل شهر، وتستضيف من لديهم قوة الحجة والاقناع. تمام. وتكون من داخل، زي ما احنا بنعمل رسالة ونقول الباب الاول هناخد فيه الموضوع الفلان، الباب الثاني هناخد فيه الموضوع كذا، يبقى هكذا. يعني يوضع في جدولة وفي منهجية، إن إحنا نتناول عشان الناس يسمعونا ويقتنعوا بينا ويتثقفوا. هنتناقش الموضوع في الأبواب الفلانية كذا وكذا، من هو أهل جدارة في الجزء الفلاني، فلان هاتوه، في الناحية التانية هاتوها أو هاتوه إلى آخره. طيب، فرصة بقى وحضرتك معايا النهاردة، وزي ما بتقولي إن إحنا لازم نصحح دايما المفاهيم. في الفترة الأخيرة طرح موضوع الحجاب تاني، واتفتح موضوع الحجاب، واتقال إنه المحجبة هي أفضل من اللي مش محجبة، وإنه غير المحجبة شيطانها أقوى من المحجبة. ففرصة إن إحنا دلوقتي بنصحح المفاهيم زي ما حضرتك قلتي. شوفي، أنا كان في خناقة على السوشيال ميديا، يعني كله بدأ يدخل ويقول رأيه ويغلط في بعض. هذه قضية أمر إلهي، يعني ماليش فيها، مش مثل رأي قالته أمنا نصير واحد ياخده والباقي ينقدني أو يرفضني، لا، هذا أمر إلهي. احتشام المرأة المسلمة بما لا يصف ولا يشف ولا يلفت النظر. يعني أنا لا أحب المغالاة، بدليل أن أنا هاجمت البتاع ده اسمه النقاب. وأخذت فترة طويلة في دراساته، ووجدت أن النقاب جذوره يهودية وليست إسلامية. الإسلام اللي عنده غض البصر. في سورة النور في آية 30 وآية 31، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فغض البصر هنا هو الأصل في حماية المجتمع من أي أخطاء. لا، مش غض البصر ان انا اغمض عيني، لا، غض البصر وما يعتليه من عوام نفسيه. هذا هو الاصل في الاسلام. انما اليهوديه اكثر ديانه تشددت مع المراه اليهوديه حقيقه، يعني كانت شديده جدا في تشريعاتها للمراه. انت عارفه ان احنا كانت زمان قبل مجيء الاسلام، كانت القبائل اليهودية والقبائل العربية متجاورتان في الجزيرة العربية. ولذلك تجد النقاب كان متجزرا في الجزيرة العربية نتيجة جوار اليهودية والعرب قبل الإسلام. جاء الإسلام طلب مطلب آخر، احتشام المرأة بالزي الإسلامي المحتشم الذي لا يصف ولا يشف ولا يلفت النظر وغض البصر. هذه الأركان الأربعة في قضية الحجاب أو قضية الاحتشام. المغالاة، والله واحدة عايزة تغالي زيادة هي حرة، لكن تقولك أنا بقلد أمهات المؤمنين، لا يا حبيبتي، أمهات المؤمنين يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نساء النبي صلوات الله عليه ورضي الله عنهن هن
لهن خصوصية ليست عندي أنا، أقتدي بهم شيء جميل، لكن لا أقلدهم التقليد الكامل لأن لهن خصوصيات ليست لي. إذن أنا أخرج من هذا الحوار بنقطتين. النقطة الأولى أن المرأة المسلمة والمسيحية على فكرة مطالبة بالاحتشام. طب ما تشوف أمنا مريم عليها السلام، عمرك شفت ستنا مريم لابسة بادي؟ أنا كنا في مؤتمر في ألمانيا، فلقيت أحد الزملاء في المؤتمر بص لي كده وقال لي أنت عندك هاف جود سمايل فيس، بس أنت ليه كده وعمل لي بيدك؟ قلت له تقصد يعني إن أنا متغطية؟ قلت له طب انظر خلفك. كان خلفه صورة السيدة مريم وابنها الصورة الشهيرة دي. قلت له أنت قدرت تغير أمي مريم، قدرت تغير ملبسها هنا في أوروبا؟ قال لي لا. قلت له هو ده، دي خصوصيتي ودي خصوصية برضو المسيحية. يمكن المسيحية بعد ذلك يمكن فقهائهم علمائهم ما شددوش عليهم زي ما حصل لنا احنا. إنما هي القضية الاحتشام. دكتورة أمنة، الاحتشام بصراحة يعني هو حل وسطي ومرضي ومريح، لكن وعملي وعملي جدا. لكن يمكن في ناس بتقول إنه مبرر للتحرش، زي ما حضرتك أكيد سمعتي الآراء المختلفة بدون ذكر الأسماء. أيوة سمعت هذا. أيوة، فإحنا يعني الاحتشام ما أعتقدش إنه يكون سبب للتحرش. شوفي يا ستي، ما أنت شوف لما تنزلي للآية، الآية بتطلب مني غض البصر كبنت كسيدة وكرجل. أيوة. ما طل... قبل ما يتكلم عن زي طلب غض البصر. فغض البصر ده يقع على اللي لابسة والمش لابسة، حتى لو شفت واحدة يعني غير مألوف في مجتمعي أغض بصري، الرجل والمرأة. صحيح. فغض البصر هي دي الروشتة الإسلامية لأي امرأة في الشارع، لأي امرأة ولأي رجل، حتى المرأة الإسلام نبهها إنها تغض بصرها من طول ما هي ماشية، ما تقعدش تتحرش بعينيها. لا المرأة يليق لها إنها تحور عينيها على الرجل، ولا الرجل له الحق في هذا الأمر. إذن هو نداء للرجل والمرأة بغض البصر. هذه هي الروشتة الإسلامية. طيب لو إحنا دلوقتي رجعنا تاني بمناسبة يعني انتخابات مجلس النواب، وحبينا نقيم عمل المرأة في الدورة الماضية، نقيم السيدات داخل المجلس في الفترة الماضية، هل هو كان فعلا أداء على ما يرام، ولا إحنا محتاجين منهم أكتر من هذا؟ شوفي يا سيدتي، أنا عايزة أفصل ما بين ما كنت أتمناه وما وجدته على أرض الواقع. إزاي دكتورة؟ يعني أنا كنت أتمنى في أرض الواقع إن أنا كنت أتمنى إن أنا أجد تجربة المرأة تكون أكثر قوة وأكثر وضوحا، وهذا لا يمنع أن منهن كثيرات من قمن بأعمال عظيمة وكان لهن دور عظيم. ولذلك أنا بقول لك في فارق ما بين ما أتمناه وما هو متاح في الواقع. المتاح في الواقع كان جيد، ما اقدرش اغض منه. ولكن أمنية أمنة نصير انه كنت اتمناه اكثر من هذا. طب برضو حضرتك يعني ممكن تواجهيهم بما ينقصهم، يمكن ساعات كنت اقولها لهم ايه بقى يعني قالك أنا ايه اللي لا انا بواجه هم كلهم بناتي. ايوه انا اصل كلهن بناتي. فلما كنت اجد حاجه خارجه زياده كنت اقول لها حبيبتي أنا أخاف عليك زي مامتك بالظبط. خلي بالك من كذا ومن كذا. ولابد يكون كلامك في هذا الموضوع كذا وكذا. أنا لا أضن بنصيحتي لأي أحد. وخاصة للبنات، ما دي مسؤوليتي أمام الله وأمام المجتمع. فكانت في بعض الأمور أتدخل وأكلم. حدث كثيرا. ولكن طب إحنا عايزين على المستوى السياسي؟ يعني كانوا فعلا قايمين بواجبهم ولا كان في بعضهم لا قاموا قاموا بواجبهم برضه بمستوى وسطي غير ما اتمنى. هو ده اللي احنا بنقوله عشان الدوره القادمه تبقى افضل. اتمنى الا يغضب احد، لا خالص، انما انا بقيم بعين متجرده تماما
وبأمنية إن أنا أجد أعظم ما أجده في الدنيا دي كلها المرأة البرلمانية والرجل البرلماني في مصر. الأمنيات شيء والواقع شيء آخر. طبعا في كانت حاجات قيمة جدا وعظيمة جدا، ولكن ما كانتش جميعها بالمستوى اللي كنت أتمناه لنفسي أنا أول واحدة. طيب دكتورة أمنة، هتعيد التجربة مرة أخرى؟ ده سؤال مش هجاوبك. تخوض الانتخابات مجلس النواب؟ لا، أنا عايزة أقول لك أنا تعبت في هذه وأنا من النوع اللي لا يمكن أغيب عن الجلسة. يعني وهذا الأوراق تثبت شديدة الالتزام جدا. لا يمكن حتى ولو تعبانة نص نص أروح ولازم أحضر الجلسة. دي طبيعتي. أقول عيب على أستاذة جامعية وحط قدامي غيبة؟ لا، ده عيب علي ما أقبلهاش أبدا. ولا أبدا أسمح لنفسي أنها تكون. إنما كانت في بعض المعوقات يمكن ما خلتنيش مارست ما كنت أتمناه كأستاذة متخصصة. أنا برضو أستاذة قديمة. أكيد عجوزة. طبعا. حضرتك تاريخ يعني. تعيشي يعني. عايزة أقولك إن أنا كان ممكن أعمل أكثر من هذا. أنا مش هتكلم عن المعوقات، إنما أنا إن شاء الله إذا امتد بالعمر عايزة أكتب كتاب أقول فيه تجربة أستاذة جامعية في البرلمان. هنا بقى أنا حرة في كتابي، هكتب بمنتهى الصراحة ومنتهى الدقة والموضوعية كهو عهد قلم. طب إحنا في انتظار الكتاب ده يا دكتورة أمنة، لأنه أكيد هيعرفنا الكتير اللي إحنا مش شايفينه. ممكن اللي حضرتك شفتيه وغيرك ما شافوش. ممكن. بس نتعلم نقرا. ايوه بس نقرا. بس كلامك ده يعني انا قرات منه انك مش هتاخدي التجربه يعني. لا ما اقدرش انفيها. ما تقدريش. لا ما اقدرش انفيها. تمام. عايزه اقول لك ده العمل السياسي ده لما بيدخل حتى وان انا مش راضي عنها كل الرضا، لكنها اصبحت جزء من حياتي. لا مانع ان انا اكررها اذا سنحت الفرصه، بس مش هشقى فيها زي المره الماضيه. يعني انا عايزه اقول لك حاجه من الحاجات اللي كانت تفرض عليا المسؤوليه، ان انا لما كنت بلف مع مجموعه دعم مصر لفيت معاهم كل مدن الصعيد. فكانوا يقولوا لي والله يا دكتور احنا هنختارهم عشانك، لدرجه مره جيت كحبيت اكسل ما اروحش. فأحد الزملاء اللي أنا بعزه جدا وهو دلوقتي هيسمعني قال لي يا شيخة ما تروحيش ازاي لما بيقولوا لنا في وشنا إن إحنا بنختارهم عشان ده أنت هتيجي إن شاء الله نحطك على كرسي. قلت لها كرسي ولا غيره هيك. فده بيديكي مسؤولية يعني، حتى حب الناس وتقديرهم لأداك. وطبعا ده نتيجة الإعلام، لأن أنا لي أحاديث كثيرة كانت في القنوات، فده اللي عرف الناس بيا. كمان يعني اللي حبب الناس في حضرتك انك ارائك مبسطه وكلها وسطيه جدا، وما بتعقديش الامور، ولغتك سهله في فهم الشيء فبتوصل للناس بالظبط. وببعتها بحب والله. اكيد. يعني انا برسل اي رساله حتى وان قسيت في بعض الاحيان على بعض الاخطاء في المجتمع، لكنها بتبقى مشوبه بالموده وبتاماني لهم ان انا الاقيهم افضل. دكتوره أمنة، في الفتره الاخيره بدانا الكشف عن قضايا التحرش. انا بحزن والله من هذا. ما انا عايزه اعرف حضرتك رأيك إيه؟ البنات بتطلع تحكي على اللي حصل لها من المواقف المختلفة واللي تعرضوا ليه من التحرش، وشفنا بالفعل إنه في قضايا وصلت للنائب العام ووصلت إن هي بقت رأي عام. حصل. طيب حضرتك شايفة ده إيه؟ تشجعيهم على ده؟ أستاذتي الفاضلة، البيت إذا وجد البيت اللي تربينا فيه كأجيال كبيرة لن تسمح للبنت ولا للولد ان هو يجرؤ يبص للبنت اللي بره اللي انا زي اخته. احنا البيت اهتز برسالته في الاربعين خمسين سنة الاخيرة نتيجة انشغال السيدات، وخاصة السيدات اللي في سن الثلاثينات والاربعينات، انشغلوا بالسوشيال ميديا وانشغلوا بالتليفونات.
يعني انا هقول لك موقف. مره سيده والله بتطلبني تقول لي يا دكتوره بنتي طلبت مني سندوتشات كذا وكذا في التليفون. فقلت لها يا بنتك مش معاك في البيت؟ قالت لي اه معايا في البيت. قلت لها بئس دي امومه، يعني تطلبك في وانت في البيت بالتليفون؟ يا ستي انت تدخلي على بنتك دي وتمليسي على راسها وتشوفي نفسها وتشوفي اي جزء وصلت ليه في الكتاب بتاعها، وتشوفيها هي مقبله على المذاكره ولا ممروره، تشوفيها جاده ولا قاعده تستهلك وقت عشان بس ترضيكي. قلت لها لا الامور. قلت لها يا بنتي ده انا عايزه اقول لك حاجه، ده الولاد هما جايين من الامتحانات، رنت الجرس والله يا استاذه جي. رنت الجرس في البيت وهما جايين من الامتحان، احس بيها ان كانوا عاملين كويس اول نص نص. ايوه فعلا تحسي بفرحه. عايزه كل الجرس. ام تقيس نفسها في هذا الموضوع. الامومه ده شيء عظيم جدا. امال ليه الرسول عليه السلام قال لك الجنه تحت اقدام الامهات؟ مش الامهات اللي ماسكين الموبايل النهار كله، ولا اللي بنتها بتكلمها تقول لها هاتي لي سندوتشات كاسه، لا مش دي الامومه اللي الجنه تحت اقدامها. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف برضو من حضرتك الراي الصحيح في انه لو بنت حصل لها ده وجات حاجات حكت لك ان ده حصل لها، انت هتنصحيها انها تتصرف ازاي؟ هل يعني تعلن بقى على السوشيال ميديا زي ما بيحصل وتتكلم وتحكي، حسب الوسط للبنت، ولا فيه تعمل ايه؟ حسب الوسط اللي هي في البنت فيه. الاول انا استرد بنتي. ما خلي بالك المجتمع صعب. يعني احنا عايزين كده بقول لك حسب الوسط. انا الاول استرد بنتي نفسيتها. لان البنت اللي هتتعرض لهذا الموقف 100% تشعر بحاله من الخوف، بحاله من القرف، بحاله من عدم الامان. ده هذا العمل يعني يا رب ما يبارك لاي شاب يجرؤ ان يقول للبنت كلمه تجرحها، او انه يتصرف معايا اي سلوك يجعلها تحس بحاله يعني انها تنضوي او انها تمرض او انها تنزل لنفسها نظره مش حلوه. ده عيب، انا بقتلها. انت عارفه التحرش ده نوع من القتل المعنوي لا يقل عن القتل الانسان. اكيد طبعا، يعني عمليه مريره. يا ليت اولادي الصبيان، يعني عيب يا ابنائي. انظر للبنت اللي في الشارع زي اختك اللي في البيت بالظبط. لابد ان نستعيد الحميه الاخلاقيه لاخلاق اولادنا وبناتنا. لابد ان احنا نربي الام في البيت، تربي الولد وتربي البنت على ان كل منا كيف يحترم الاخر. يحترم الاخر، الاخ يحترم اخته ويحترم. ده كانوا زمان يا استاذه جيهان لما شاب كده يجرؤ يقول كلمه لبنت الحاره او لبنت الجيران، يا خبر دول يقطعوه. مش ده كان موجود في حوارينا هنا في القاهره مش في الريف؟ الريف ما يجرؤوش حد يفتح بقه. طيب دلوقتي يعني يمكن البيت احنا بنقدر نتحكم فيه، لكن المدرسه والجامعه يمكن دلوقتي هم بيركزوا على التعليم اكتر من على السلوك الشخصي. من ايوه من السلوك، من التربيه او التشديد على السلوك الشخصي زي زمان. ففي بعض الاراء يعني احنا مش هنوصف ان هذه الاراء متطرفه او كده، لكن احنا هنقول انه هذه الاراء بتطالب بفصل الولاد عن البنات في المدرسه، ويمكن في ناس كمان بتطالب بالجامعه. حضرتك شايفه ليس كأستاذة جامعيه ليست الفصل هذه ده الروشتة ابدا مهم؟ لا لا، هي مش دي الروشتة الحقيقيه. الروشتة الحقيقيه في التربيه السليمه، ان انا اربي ابني واربي بنتي التربيه القويمه. التربيه اللي تعرف كلمه العيب، العيب من النظره، العيب من حرف الكلمه مش الكلمه كامله. احنا محتاجين لاستدعاء ثقافتنا لايام جداتنا وامهاتنا، ونعيد يعني تشكيلها في البيت للبنت وللولد، وبمنتهى مع التقدم المعاصر ان انا ادمج هذه الثقافه اللي ممكن قد تكون شديده قوي، اعطيها اللمسه النفسيه والانسانيه الارقى، فاستفيد بتراثي في بيوتنا المحترمه القديمه، وفي نفس الوقت استفيد بمستجدات العلم في هذا العصر. نعم. هل انا لدي الام التي تستطيع ان تعمل هذا الدمج وتربي اولادها من نعومه اظافرهم بهذه التربيه؟ هو ده الاصل.
ثم المدرسة. ما هي دي محطات. أول محطة إن أنا أخرج بنتي وابني لمدرسة من عمر 4 سنين ولا 5 سنين، أودي له ولد وبنت صاغ سليم نفسيا وأخلاقيا ولغة وتفكيرا. فدي أدي المحطة الأولى. إذا راح لمدرسة والمدرسة أخذته بالتربية القويمة للمدرسة، يبقى إحنا كده عملنا أهم محطتين. لما يوصل للجامعة هيبقى خلاص استقام الأمر واستقرت الأخلاق في قلب هذا الولد وقلب هذه البنت، وبدأت الأمور تتضح بشيء من المسؤولية. طالما زرعناها من البداية ستنمو بعد ذلك وتصير مسؤولية. إحنا في محطات كثيرة ضاعت في حياتنا. على الجانب الآخر بنشوف إنه في حاجات إيجابية بتفرحنا، زي سيدة القطار اللي دفعت التذكرة للمجند. يعني في حاجات بتضايقنا، دي شهامة محمودة. بالظبط. يعني بالرغم إنه في سلبيات، بس بنلاقي بتلاقي إيجابيات كده وأنتي ماشية في الطريق، بتبقى حاجة زي ندرة بتريح قلبك شوية. ندرة لدرجة إن من كلنا مأملين تتكلموا عليها. ليه؟ لأنها نادرة. ما دايما الحاجة النادرة هي الكل يتشد ليها ويقعد يتكلم فيها. هي بقت نادرة فعلا يا دكتورة أمنة. الشهامة دي بقت نادرة. الشهامة بقت نادرة. الإنسان الكويس بقى نادر للأسف. للأسف أنا بقولها وللأسف. إحنا كيف، شوفي يا أستاذة، هذا الشعب في جيناته تاريخ لا يتوفر لشعوب الأرض كلها. أيوه. في جيناتنا الحضارة الفرعونية، في جيناتنا الأخلاقيات المسيحية، في جيناتنا الأخلاق الإسلامية. وأنا من بعض كتبي في الأخلاق مراد الإنسانية، جبت كده مجموعة أخلاق في المسيحية ومجموعة أخلاق في الإسلام متطابقة. يعني احنا لدينا الديانتين في التربية وفي الأخلاق متطابقتين. كيف أننا يعني نستفيد بهذا المجتمع اللي ربنا وفر له كل هذه القيم العظيمة، قيم إخلاقية، قيم دينية، ديانتين متصالحتين زرعت كل الخير في أناسها. لدينا جينات وراثة لم تتوفر لكل شعوب الأرض. أنا عندي حضارة فرعونية لا يعني انفردنا بها. عندنا حضارات السماء التي نزلت في الديانتين. فكيف ان احنا كل ده نتنازل عنه ونتركه ينحسر عن شخصيتنا؟ دي مسألة مخيفة جدا، لابد ان نستشعر جرمها. دي جريمة في حق انفسنا ان احنا نترك كل هذا الموروث في تشكيلنا وفي جيناتنا وفي تاريخنا وفي ارضنا وفي مجتمعنا، ونصل إلى هذا السلوكيات اللي بعض الأحيان بتكون قبيحة جدا. عايزة رأي حضرتك في القنوات اللي بتهاجم رأي حضرتك بالرغم إن هو وسطي، ويعني وسطي في الدين وأيضا وسطي في السياسة، في كل حاجة. أنا ما عنديش أصلا الشطط بكلامي. على فكرة أنا ما عنديش شطط خالص. فيعني شوف انا عايزه اقول لك ده حاجة. نوع برضو من انواع التشكيك، ان هم بيشككونا في الناس اللي احنا بنحب نسمعهم. حتى لما يطلع صوت يتكلم بشيء مقبول مستخسرين او لازم يكسروه. هنا بقى كويس ان انت طرحت النقطه. ايوه. انا عايزه اقول مش لشخصي انا، ما تفرقش بقى. برضو جينات الصعيديه جينات فولاذيه شويه. ايوه. يعني مش سهل تكسريها. فالمجتمع ده أو الذين يهاجموننا، هؤلاء السعار الذي يهاجم مصر وأهل مصر وتقدم مصر وقيادة مصر، أنا عايز أقول لهم انبحوا كما تشاء، والله لن تستطيع أن تهزمونا أبدا. لأن إحنا في داخلنا حضارة كما ذكرتها منذ قليل، حضارة يعني في تراكم كبير جدا في داخلنا مش هيقدروا يكسرونا. أنا في كده أغنية بسمعها، أنا المصري ما تكسرش حاجة، أنا بسمعها قد إيه ببقى سعيدة بيها، أقول يا ريتهم كده طول الوقت يقولوها. في بتاعت ابن مصر، أنا مش للأسف مش فاكرة الكوبليه. فإحنا المفروض أنا ابن مصر أنا ضد الكسر. أنا ضد الكسر.
احنا المفروض شعب ضد الكسر، وربنا اكرمنا بقياده رائعه، انا بعتبرها دي من اكرامنا من الله سبحانه وتعالى، كرامه من السماء لهذا الشعب حتى لا ينكسر. يبقى انا ربنا مديني موروثات عظيمه جدا، ومديني في حاضري قياده رائعه جدا، وجينات الداخليه، وربنا حماني مما ابتلي به الاخرين، فلماذا انكسر؟ من شويه عيال مالين يهبهبوا، ده انا بالعكس انا بطالب ان يعني لا تركزوا عليه ولا يستاهلوا حتى ان احنا نرد عليه. دول ناس حرموا نعمه حب الوطن، حرموا نعمه الامن والامان، حرموا نعمه الاخلاق. انا عايز اقول لك ده حب الوطن، ده شيء يجري في دمائنا، الدماء الطبيعيه. المفروض حب الوطن مش اغنيه وخلاص او اهاجم لا، ده بيجري في دمائنا مثل دمائنا اللي سر حياتنا. يعني حضرتك دلوقتي استاذه فلسفه وعقيده، دلوقتي ازاي هم بيقدروا يخشوا للناس ويعني يسيطروا على فكرهم؟ أيوة. من مدخل الدين. هم لا، هم من مدخل الدين اولا، او من مدخل مش مشكله، مفيش مشكله، اتفضلي يا دكتور. او من مدخل يمكن صعوبه الحياه. طبعا احنا لا ينكر احد أننا بنمر بصعوبات كثيرة، كل الناس على علينا بالصبر. كل الأمم، كل الدول لها فترات وهي تبني إنها لابد. يعني إحنا برضو عايزين نقول للناس إنه الناس في الدول الخارجية هم فاكرين هم عايشين في رفاهية، لا، إحنا عايزين نقول لهم إن اللي مش بيشتغل يوم مش بيلاقي قوت يومه. يا دكتورة أنا عايزة أقول لك هنا محدش بينام من غير عشاء زي ما بنقول. أبداً بره لو ما حدش اشتغل يوم واحد ما يلاقيش ياكل، ما يلاقيش ياكل ولا يجيب دواء. يا ريتهم يروح. انا انت عارفه انا درست ولا يستحملوا العمل في اي دوله اخرى. انا درست في عده دول اوروبيه. والله كنت ابص لهم اقول يا ربي قد ايه احنا في نعيم. ما انا بقول لحضرتك زي ما بتقولي كده بالظبط، بيشتغلوا شغل جامد جدا ما يعرفوش هدنه، وبيناموا من بدري جدا ويصحوا بدري جدا. ده من الساعة 6، أنا كنت لما أبقى راجع من جامعة لايدن بالترين. من الساعة 6 ألاقي المدينة هسي كده. أيوه. اللي إحنا هنا قلبنا نهارنا ليلنا وليلنا نهارنا. بالظبط. ما ده برضه سوء تخطيط للقوة البناءة. واللي هيشتغل يا دكتورة لابد أكيد ياخد هيلاقي ساعات. دخله. طبعًا. يعني مفيش حد ما اشتغلش وما لقاش. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، احنا ابتلينا، ده ابتلاء على فكره، ان احنا اصبحنا عايزين لكن دون ان نعمل على قدر ما اعوز. اصبح طول الوقت انا عايز، طب انت ايه قدمت للعوزه بتاعتك دي؟ حتى اصبحت التسول بقى كثيرا. نعم. وله أشكال كثيرة. صحيح. أنا بزعل قوي من هذا المنظر. فعلا له أشكال كثيرة يا دكتورة. فأنا ضد هذا النوع من انتشار التسول واستسهال مد اليد. ده كرامة الإنسان. ده الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقى واحد كده بيتسول قال له تعال، راح مديله حبل وقال له اذهب به واحتطب، اجمع كده شوية حطب وبيعه، وتعالى بعد أسبوع تعالى وريني وشك. أي يعني شوف ابسط شيء، ان اداله الحبل عشان يحتطب. حتى يحمي اراقه وجهه ومد يد. مد اليد ده شيء قبيح جدا. للاسف بقى سهل دلوقتي، وبيقلل من اللي بيعمل كده، بيقلل من نفسه، بيقلل من كرامته. صحيح، بيقلل من كرامته. طيب فللاسف اتمنى ان برضو دي من الاخلاقيات الايجابيه التي يجب ان نتكلم فيها ولا نخجل منها. ولا نخجل منها. برضو أحب أخد رأي حضرتك في موضوع مهم دلوقتي والناس كلها بتتكلم فيه وموجود والإخوان بيتاجروا بيه، وهو التصالح في مخالفات البناء. يقعد يقول حرام تهد، حرام تخرج الناس من بيوتها. طب ما هو أصلا ده تعدي على أراضي الدولة. يعني الخطأ يعني ثماره خطأ. أيوة، هو للأسف إحنا جات لنا فترة كده بتاع يمكن 20-30 سنة قبل المرحلة الأخيرة دي، حدث استسهال كل شيء. واللي احنا بنعاني منه دلوقتي، واللي بتعاني منه قياده الدوله، واللي بتعاني من المسؤولين عن الدوله، احنا بنزيل هذا الاستسهال سواء في البناء، في السلوك، في الكلام. حتى الكلام اصبحنا نستسهل القبح منه. صحيح. فمساله غياب الكنترول، غياب الضابط، غياب قوه القانون التي اللي ما تشكمهوش النصيحة يشكم القانون.
فإحنا للأسف بنجني كل هذا دلوقتي. وبعدين ما أنا المباني المخالفة دي أنا بعتبر فرصة التصالح والتعويض المادي عشان يعوض ما هي المباني اللي طلعت زيادة دي، ما هي عايزة خدمات. طبعا الخدمات دي مش عايزة مصاريف، ما أنا اللي باخده في التصالح بدفعه للخدمات اللي جات أوفر وزيادة عن البنية اللي أنا عاملاها للبنية الموجودة. اللي طلع زيادة ده ما هو عايز زيادة في كل الخدمات لاستمرارية الحياة، لاستمرارية النور، لاستمرارية رصف الشوارع، لاستمرارية الحياة. طب ما ده هدفعها منين؟ لا، أقل جزاء إنه هو يدفع ثمن ما تربح به بعيدا عن القانون. صح، ده تربح أرض مش بتاعته أصلا مثلا، يعني وبنى بعيدا عن القانون، من حق حد تاني، وبعدين تاجر في الناس وباعها باغلى الاسعار. وبعدين تلوم. وايه بقى يا دكتوره امنه بدون قطع كلام حضرتك، يعمل الدور الارضي جامع عشان يقول لك حرام تهد الجامع وانت هديت الجوامع. سيدتي الفاضله، كم ابغض ان انا اخذ الحلال واغلفه بهوايا. صحيح، ده شيء بذيء جدا والاسلام يرفضه. يعني كون ان انا اخد مكان غير حقي واخده بالسرقة او بالنهب او بالتدليس ثم أدار في مسجد، لا، المسجد لابد ان يبنى على ارض طاهرة ملكيتها واضحة وفي مكان يحتاجه الناس ومن مال طاهر. ده بيت الله. يعني بيت الله هدخل فيه كل هذه المحرمات؟ ده عيب والله. صحيح، ده تحايل بغيض. وللأسف في العشرين ثلاثين سنة الأخيرة دي هذه التجارة كثرت جدا وأخذت أشكال وأنواع أكثر من المساجد. صحيح. طيب رسالة أخيرة حضرتك تحبي توجيها لمين وتقولي له إيه؟ أوجهها لرئيس الدولة، أقول له ربنا يكون معاك ويعينك ويقويك ويديك الصبر علينا ويديك